رسالة بس كده لجمهور الزمالك اللي هو طالع بيقول ان احنا كسبنا الماتش بالتحكيم. يا عم انا حرامي، انت مال اهلك؟ انت مالك يعني؟ انا حرامي يا عم، انت مال اهلك؟ خليك في حالك، انت لا عارف تاخدها بتحكيم ولا عارف تاخدها بمجهودك ولا عارف تاخدها باي حاجه. انت اخرك عارف تيجي تاخد ياض، انت تاخد اللي ده تحطه في عينك، ده اخرك. انما تهري بقى وانت تمال امك، انت مالك شاغل بالك ليه يعني؟ انت ليه شاغل بالك؟ شاغل بالك بالتحكيم؟ انت فين انت؟ انا بالتحكيم، انا يا عم راجل حرامي ابن كلب، انت فينك؟ انت فينك ياض؟ انت تاخد اللي ده وتسيب لي الدخان.